بدأت حياتها كشاعرة، فألفت ديوانا واحدا بعنوان أثواب الحزن قبل أن تنتهي صحفية خارج بلدها. الصحفية الليبية هدى السراري ضيفت حلقة مساواة لهذه الليلة. أرحب بك سيدة هدى. أهلا وسهلا سيدة هدى. أنت بدأت حياتك كشاعرة، ألفت أول قصيدة لك وكان عمرك أنذاك 13 سنة، ومن ثم في عام 2002 نشرت ديوانا بعنوان أثواب الحزن. اليوم ماذا بقي منك كشاعرة؟ تقدر تقولي أنني شاعرة مع وقف التنفيذ. أنا نشرت ديواني كان أول مرة في 2002، وبعدها أصبحت أكتب بشكل متقطع. الآن تقريبا شبه متوقفة عن الكتابة، ويعني اللي أنا متأكدة منه أني أنا نستطيع الكتابة، بس الكتابة تحتاج لقرارات، تحتاج لوقت، تحتاج، فهذا اللي خلاني يعني شبه متوقف. قرارات خاصة بك، يعني لماذا شاعر مع وقف التنفيذ؟ لا موضوع الشعر مش موضوع سهل، يعني موضوع يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى يعني قرار أنك تجلسي وتكتبي شعر. يحتاج إلى يعني لعبة الشعر هي لعبة خيالية مش لعبة منطق، والخيال يحتاج لوقت، ويحتاج أنا امرأة يعني تنام الساعة 8 مشغولة بحياتي المهنية والتزاماتي الأسرية، ما عندي وقت للخيال، إلى الجانب أن تنقصني أمور كثيرة عشان أستمر في كتابة الشعر. وتعتقدي أن الكتابة الشعرية تتطلب العزلة من أجل أن يتحقق لا الشعر؟ لا بالعكس، الكتابة حسب رأيي تتطلب الاندماج مع المجتمع، الاختلاط بالمجتمع والاختلاط بالناس، و يعني ملاحظة كل ما يدور يعني حوالينا، بس أيضا تحتاج للتفرغ للشعر، تحتاج للكتابة للمطالعة. أنا شخصيا مثلا لا أعرف عن القصيدة الكلاسيكية الكثير، معرفتي فيها جدا قليلة. إيه أنت تكتبين كمان بلهجة محكية، يعني كتابتك للشعر كانت أيضا بلهجة محكية. أنا أكتب باللهجة المحكية وليست اللغة الفصحى. أكتب باللهجة محكية لأنها هي لغتي اليومية، يعني لغة عصرية، هي لغة عصرية بس أكتب بها لأن هي اللي بيتكلموا بها الناس حواليا. حتى البرامج التلفزيونية الآن صارت باللهجة المحكية. طب أنت اليوم في قطر، تعيشين في قطر مع زوجك، لكن إذا قررتي أن تكتبي شعر ستكتبيه بأي لغة؟ ستكتبيه بأي لهجة، باللهجة المحلية أم باللغة العربية الفصحى؟ أكيد حنكتبه باللهجة المحكية، بلهجة الليبية. اللهجة الليبية المحكية واللهجة الليبية المحكية هي أقرب للفصحى. أي بس اللي حوالينك مش ليبيين، اللي حوالي صاروا ليبيين. ليش نقول لك هي أقرب للفصحى؟ لأن أنا متأكدة بشكل كبير أن هم يستطيعوا أن هم يفهموها. الآن اللهجة المحكية هي لهجة جماهيرية، الناس كلها تحكي باللهجة المحكية، تعاملاتنا في حياتنا اليومية باللهجة المحكية. نعبر عن حبي لأهلي وناسي باللهجة المحكية. طب هذا الشيء ما حيقلل من قيمة اللغة العربية الفصحى داخل القصيدة مستقبلا إذا استمرينا مع الاستمرار في استخدام المحكية؟ بالعكس، في كل من المحكية والفصحى ليهم يعني إبداعاته وليهم مذاقه بالرغم من التقارب اللي بينهم يعني. واللهجة المحكية هي امتداد للفصحى، يعني ما تهدد وجود اللغة الفصحى. لا تلغيها، بالعكس اللغة الفصحى هي لغتنا العربية النبيلة، يعني لها نكهتها، لها مذاقها الخاص، لها مش ممكن تهددها. بس أنا نحكي لك إحنا في تعاملاتنا في الحياة، حتى شعراء الفصحى والمثقفين أنفسهم بيتفاعلوا أكثر مع اللهجة المحكية، بيتفاعلوا أكثر مع القصيدة المحكية. أذكر سعيد عقل قريت مرة في مجلة أنه هو كان في حاضر احتفالية أو شيء بباريس لي علاقة باليونسكو، فذكر هذه التفصيلة، قال لو إحنا جبنا شعراء بالمحكية أو بالعامية كانوا يعني جلبوا جماهير ما لا تقل عن 3-4 آلاف. نعم يعني فهذا يعني الجمهور يريد لهجة محكية. الجمهور ليش؟ لأن أغلب المجتمعات العربية الجمهور فيها يفضل المحكية، لأن هي اللغة اللي بتعامل. إحنا بنقضي سنوات عمرنا في المدرسة بنتعلم الإعراب، أوكي، بس نطلع من المدرسة نكتشف أن حياتنا تعاملاتنا واللغة اللي بنتفاهم بها مع الناس ما بنستخدم فيها لا نحو ولا صرف. بس نستخدم في الكتابة اللغة الفصحى. إحنا نستخدم في الكتابة، بس أنا بحكي لك على اللهجة. أنت سألتيني على، بقول لك أنه اللهجة هي الوسيلة للتعبير في حياتنا اللي بنعبر بها بشكل يومي. حتى المثقفين، يعني أردت أن تعيشي بصورة واحدة في حياتك وفي شعرك أيضا. بالضبط، حتى القياديين المفكرين بيستضيفوهم بيحكوا محكي ما بيحكوا فصيح. يعني هي أقرب لأحاسيس الناس، هي أقرب. أم أنك أردت أن تثبتي أو
أو أشعرت باللهجة المحكية التمسك فيها شكل من أشكال التمسك بالهوية وأنت تعيشين خارج وطنك؟ أنا لا، الهوية خارج وطني هي هوية الإنسانية، الهوية الخاصة أو الهوية الشخصية قابلة للتغيير، يعني مع المتغيرات الاجتماعية مع التطورات ممكن تتغير. أنت ممكن تكوني تحمل الجنسية الأمريكية بس أنت عربية، ما فقدتي هويتك العربية. لا، إذا أنا بحافظ على هويتي بحافظ على هويتي الإنسانية اللي مفروض هي تكون قائمة على التعدد على التنوع. هذا ما لي علاقة بال، لكن تصرين على أنه الجمهور اللهجة المحكية أكبر من جمهور الذي يمكن له أن يتابع اللغة الفصحى. هذا باعتراف الجميع، يعني الآن قنوات فضائية قائمة، لا أتكلم من أجل عن اللهجة المحكية. قنوات فضائية قائمة من أجل الشعر المحكي، مسابقات بالملايين من أجل الشعر المحكي مش من أجل الفصيح. طيب. وهذا طبعا لا يلغي، مثل ما قلت لك، ما يلغي دور الفصيح او اهميه او يقلل من شأنه، بالعكس. اي طيب، انت في ديوانك اسباب الحزن يعني ظاهره بصورتك على الغلاف، صحيح. ما اعتبرتي ان هذا الشيء لم تكن جرأة منك؟ انت امراه ليبيه والمجتمع الليبي محافظ نوعا ما، ان تظهر صوره امراه ليبيه على غلاف كتابها؟ كانت جرأة مني بس تمت بالتشاور مع أصدقائي ومع المحيطين بي، يعني لأنه أنا ما نقدر نقدم على خطوة مش عارفة حتكون نتيجتها أو تتبعاتها. يعني لو أشاروا عليك بالعكس ما كنت نشرتي صورتك؟ لا، كنت حنفكر كثيرا يعني قبل أن أخذ القرار، بس أنا لقيت التشجيع من الجميع حوالي. صح، هي كانت في وقتها خطوة جريئة وأنا ما ندمتش عليها. نعم، تقولين في إهداء كتابك تهدي الكتاب إلى ديوان أسباب الحزن، تهديه إلى من ساندوك في الحياة، إلى أبيك وأمك وشقيقتك وصديقتك، وكذلك تقولين إلى كل من يحاربني ويقف في وجهي ويستهين بتفكيري ويسعى لتهميش كياني وإلغاء حقي في الحرية والإبداع. يعني لفتت نظري هذه العبارات في إهدائك، لمن هو الذي يحاربك ويمكن له أن يقف بوجهك؟ الموروث الاجتماعي، القوانين، التشريعات، أم أشخاص؟ الشكلية، الأشخاص أيضا. أنا أشرت في الكتاب لوالدي ووالدتي لأن هم ليهم الفضل الكبير أنه أكون أنا بهالشخصية أو بهالانطلاق. نعم. أو نعم. أنا تربيت على يدين والدي اللي هو شخصية مقارنة بجيلة شخصية منفتحة، مع أنه رباتها سيدة يعني. بس هو يعني نشأ وتربى ما عندهاش عقد من المرأة، بالعكس يعتبرها يعني كائن قائم بذاتها. فهذا أعطاني الفرصة أنني نعبر عن نفسي بس طلعت برا المجتمع لقيت عقليات أخرى مختلفة. صدمتي يعني بها؟ مش صدمت بها، لأن عندي فكرة، لنعرف مجتمعنا كيف، ونعرف أن والدي كان يختلف عن هذا المجتمع. بس صدمت بالسلبية في محاربة هذا الموروث، وصدمت في القوة في محاربة المرأة والشراسة في عملية إقصائها وإبعادها والتحرش بها وقمعها. نعم. وتعنيفها. نعم، أردت من خلال كتابتك تحدي هذا الأمر؟ يعني صار عندك هاجس أن تتحدي هذا الموروث من خلال الكتابة؟ إلى حد ما. يعني عموما هو الكتاب طلع في مرحلة كتبته أنا في فترة المراهقة، وتعرف فترة المراهقة هي يعني فترة غير متوازنة، بتمر بتناقضات كثيرة. نعم. فكان يعني ما كانش فيه مثلا هدف محدد أكثر منها تعبير عن نفسي. نعم. يعني تعبير عن الذات في هذيك الفترة. طب اليوم أنت تعملين في الصحافة، عملك الصحفي ماذا أضاف لك كشاعرة بالأمس؟ أول شيء، هل يمكن القول أنك شاعرة سابقة؟ بما أنك توقفتي أو مع وقف التنفيذ؟ لا، يمكن نقول أنه أنا شاعرة مبتدئة مع وقف التنفيذ. مع وقف التنفيذ. طيب نكمل سيدة هدى، مضطرة أخذ فاصل، أكمل معك حوارنا في مساواة بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. عودة إلى السيدة هدى السراري، ضيفة مساواة لهذه الليلة. سيدة هدى، لو تركنا الأدب جانبا وتحدثنا عن حياتك صحفية، اليوم أنت تعملين بمركز الدوحة للحريات في قطر، احكي لنا عن مجال عملك ولماذا اخترتي هذا المركز بالتحديد؟ أنا أعمل بمركز الدوحة لحرية الإعلام كمنسقة إعلام وعلاقات عامة. هذا مركز يقوم بالدفاع عن حقوق الصحفيين وعن حرياتهم وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم في أماكن النزاعات والحروب، ومركز حقوقي، وهذا اللي لفتني
اللي يشجعني على العمل فيه. طب هل هو يعني متعلق بالإعلام العربي ككل؟ هو متعلق بالإعلام حول العالم. نعم. ما رأيك بالإعلام العربي؟ مدى الحريات في الإعلام العربي؟ الحريات في الإعلام العربي مقننة جدا. ما زلنا نعاني من القمع، ما زلنا نعاني من تغييب الرأي الآخر، ما زلنا نعاني من مسألة تجميد بعض القضايا وعدم طرحها على يعني في وسائل الإعلام. مثل ماذا؟ في قضايا كثيرة، خلينا ما نمشوش بعيد، يعني قضايا المرأة، في مواضيع كثيرة تخص المرأة يتم محاصرتها، يتم النقاش فيها النقاش فيها عن استحياء، النقاش فيها عن لأسباب كثيرة لها علاقة بالدين، لها علاقة بالموروث الاجتماعي، لها علاقة. نعم. طب حين نتحدث عن الصحافة العربية تشمل أيضا الصحافة الليبية، هذا الحديث الذي قلته ينطبق أيضا على الصحافة الليبية؟ الصحافة الليبية موضوع آخر. الصحافة الليبية عندها مشكلة حقيقية، يعني عندها مشكلة في قوانينها، في تشريعاتها. يعني أنت حين قلت أن الإعلام العربي وضع الإعلام العربي أفضل بكثير طبعا من الإعلام الليبي، يعني ما فيك تدمجي الإعلام الليبي مع الإعلام العربي. الإعلام لكن العربي مش القضية الرئيسية بالإعلام العربي هي قضية المرأة، يعني هناك لا قضايا كثير. أنا ذكرت قضية المرأة يعني على سبيل المثال. نعم. الصحافة في ليبيا تمر بمرحلة من فترة طويلة، يعني من 3 عقود يمكن، مرحلة كبيرة من الفشل والتراجع، يعني من تقريبا عام 72 لما تم فيه تأميم الصحافة. احنا في ليبيا عندنا مؤسستين فقط بيصدروا صحف، مؤسسة الصحافة الهيئة العامة للصحافة، ومؤسسة ليبيا الغد اللي هي تتبع سيف الإسلام، في تقريبا تم تأسيسها من 2 سنين. نعم. فالصحافة هي حكر على فئات معينة، يا اما حكر على الهيئة العامة للصحافة اللي بتصدر 4 صحف تقريبا مجمل اعدادها ما يتجاوز ال 4000 نسخه، اللي هي الجماهيريه والشمس والزحف الاخضر، او تتبع يعني تتبع مركز الزحف الاخضر. يعني هي غير مستقله، هي غير مستقله، هي تتبع الدوله، وهي قائمه على ترويج للدوله وافكار الدوله. ويعني اغلب مبيعاتها او توزيعها بيتم على المؤسسات الحكوميه او تنتهي يعني لتلميع الزجاج. الصحف اللي طلعت على في مؤسسه سيف الاسلام اللي هي مؤسسة ليبيا الغد، هي أغلبها يا إما تم تأميمها أو تم قفلها أو استولت عليها الحكومة بالقوة أو قفزت فيها اللجان الثورية. سيف الإسلام القذافي. سيف الإسلام القذافي. لماذا طيب تم فعل هذا الشيء؟ فيه صراعات داخلية داخل الحكومة، وفي اختلافات كثيرة في داخل الحكومة وداخل الدولة الليبية بتعارض حرية التعبير. يعني الشهر اللي طلع فيه سيف الإسلام كان في أبريل في خطاب سبها، يعني أعلن أو طلع تصريح ألغى فيه وزارة الإعلام. الشهر اللي يليه مباشرة طلع واحد مسؤولين بلجان ثورية يقول إنه حرية التعبير هذه خدعة غربية، ما في إلا الحرية الديمقراطية اللي هي بيذكرها الكتاب الأخضر. ففي صراعات كبيرة بين اللجان الثورية. ما هي هذه الديمقراطية؟ اللي هي التعبير الشعبي، واللي هي انه لازم التعبير يكون عن طريق المؤسسات اللي اسستها الدوله، ويعني واي تعبير يخالف هذا التعبير هو يعني يقضي الى المحاكم السياسيه، او يعني ما فيش اي مواطن في ليبيا حق له انه هو يصدر صحيفه او مطبوعه خاصه. اي صحيفه بتطلع من هذه المؤسسات، واللي يفكر انه هو يصدر مطبوعه او صحيفه نهايه السجن او المحاكمه، ممنوع منعا باتا. في عام 1972 أصدر مجلس الثورة الليبية قرار أو قانون بنص على أن أي يعني ما في أي صحيفة أو جريدة أو مطبوعة تطلع من خارج الهيئة العامة للصحافة اللي هي أسسها مجلس الثورة. والصحف الأخرى المستقلة هذه محكوم عليها طبعا بال. طب في المستقبل القريب أليس هناك أي توقعات بخروج جهات أو منابر إعلامية مستقلة؟ مستقبل يعني تبدو ليبيا وكأنها منعزلة عن العالم العربي والعالم، حتى الأنظمة العربية هي الدكتاتورية نوعا ما. ظهرت بها وسائل إعلام نوع يعني صارت تناقش قضايا كانت بطريقة أكثر حرية من السابق، يعني لم تعد الأنظمة باستطاعتها تكبيل الإعلامي كما كان يحدث قبل سنوات. لماذا ليبيا؟ ليبيا فيها صراعات حقيقية، فيها صراعات حقيقية على الـ على الـ على السياسية واجتماعية، وفيها صراعات حقيقية بين أفراد الحكومة نفسها، بين سيف الأسلام وبين اللجان الثورية.
مشكلة ليبيا بتتمثل في قوانينها. نعم. مشكلة ليبيا بتتمثل يعني تحديدا في غياب الدستور، ما فيش دستور في ليبيا، في شيء اسمه الكتاب الأخضر هو اللي بنرجع له بس يعني. طيب ماذا عن تعاطي الصحافة الليبية أو الإعلام سواء المسموع أو المقروء أو المرئي مع قضايا المرأة في ليبيا؟ تعاطي دعائي. كيف يعني تعاطي هو دعائي؟ هو الإعلام في ليبيا بيحكي عن قضايا المرأة بتوجيهات من الحكومة، يعني اللي بينقل على وسائل الإعلام هو كله مزور، كله ملفق، عبارة عن شعارات رنانة يعني، عبارات رنانة فقط لا غير، يعني ما بتنقل الحقيقة، حقيقة المرأة الليبية. حقيقة المرأة يعني حين الليبية. نستمع يعني إلى الخطابات الحكومية الليبية في وخصوصا في الخارج في المؤتمرات وغيره، يعني نستمع إلى نظرة مشرقة تجاه المرأة واحترام كبير لها ورغبة شديدة في منحها حقوقها لدرجة التدخل بنساء العالم، بقية نساء العالم. هذه خطابات كلها موجهة للخارج، يعني غير موجهة للليبيين أو الليبيات، موجهة للخارج وللدعاية فقط لا غير، ما لها علاقة بالحقيقة. الحقيقة هي اللي بتنقلها المنظمات الدولية والتقارير اللي بتطلع كل يوم عن العنف والتحرش الجنسي، آخرها كان اللي حدث بدور الرعاية الاجتماعية ببنغازي. هذه هي الحقيقة. هذا الخبر بيطلع من الخارج، تسمعيه من برا ما بتسمعيه من الداخل. يعني كل الخطابات اللي بنسمعها خطابات دعائية مضللة؟ كلها خطابات دعائية ومضللة لواقع المرأة. واقع المرأة غير ما بنسمع في الخارج. طب لو تحدثنا أكثر عن مسألة كالعنف التي أشرت إليها قبل قليل، يعني هناك نفي حكومي لمنظمة هيومن رايتس الدولية، نفي لوجود عنف داخل المجتمع الليبي، يعني على حسب قول الوزيرة، وزيرة الشؤون الاجتماعية تقول لو كان هناك عنف لكنا سمعنا به، وأضافت العنف انتهى منذ الثورة سنة 69. يعني ما قصة العنف في ليبيا ضد المرأة؟ ما سمعت هي بالعنف داخل ليبيا. نعم. ممكن تكون عندها مشكلة في السمع. هذا العنف يعني موجود بشكل واضح، يعني واحدة من دلائل إنه في عنف، مؤخرا في خط صار اسمه خط أعتقد الساخن أو شيء 15-15 للتبليغ فقط عن العنف المنزلي، يعني في هذا، في هذا مؤشر إنه في اعتراف بالعنف، في عنف. نعم. أنت ليش بتضطر تعمل هذا الخط؟ لأنه في موجود عنف. هيومن رايتس هذه منظمة دولية معروفة وبروفيشنال، وما حد يشكك في مصداقيتها وتقاريرها، نابعة عن خبايا المجتمعات، ونابعة عن زيارات ميدانية. هي وزيرة الشؤون، شو عندها من تقارير، شو عندها من أدلة تثبت أن ما فيش عنف في ليبيا؟ هل عندها معلومات؟ هل عندها تقارير ميدانية؟ هل عندها مراقبين يراقبوا حقوق الإنسان؟ هل تعلم هي حتى بالانتهاكات اللي عندها؟ هي خلص الان اعتقد ما عادش وزيره. هل تعلم هي بالانتهاكات اللي بتصير حتى داخل الوزاره، وزاره الشؤون؟ انتهاكات لفظيه وتحرش جنسي وتعدي على حقوق المراه، ساعات بيكون من مراه ضد مراه. نعم. فهذا طيب. هذا ايضا يقع او ضمن الخطاب الدعائي، لان هي ما تقدر تقول خطاب، هذا خطاب العبارات الرنانه اللي بتصيغها الحكومه واللي بيشتغلوا بالحكومه. نعم. سيده هند، حناخذ فاصل قصير، نعود من بعد الفاصل لاكمال مساواه لهذه الليله. اعود اليكم مع السيده هدى السراري. سيدة هدى، حادثة يعني ضج بها الإعلام أجرت في مركز الرعاية أو دار الرعاية الاجتماعية التابعة للحكومة في بنغازي على ما أعتقد. صحيح. ماذا حدث هناك؟ حدث تحرش جنسي وحالات من الاعتداء من قبل المسؤولين والمشرفين على الدار، يعني كانوا بيسمحوا بدخول ضباط وكذا للاعتداء على الفتيات، وظهرت الحادثة للإعلام وحققت فيها حتى الهيومن رايتس. لكن الصحفي الذي قام بالتبليغ تعرض للتحقيق، من الذي كتب عن الموضوع ونشره تعرض للتحقيق وبحجة تشكيك في كلامه، ولكن ثبت في الحقيقة أنه هو صحيح. وأيضا البنات اللي تعرضوا للتحرش رفعوا عليه تهمة التشهير، لأن طبعا كانوا تحت ضغوطات، رفعوا على الصحفي، الصحفي لأنهم كانوا تحت ضغوطات الترهيب والتهديد بتشويه السمعة نعم. فبعدين فتح الباب التحقيق أعتقد مؤسسة القذافي للتنمية، قامت بفتح باب التحقيق، ولا أعرف لحد الآن يعني شو يعني هي هذه المشكلة في نفس المرأة التي تتعرض للعنف،
لا يعود باستطاعتها التبليغ عن الحادثة، لأن الأمر يعني مش لا يعود مرتبط بأذى لكنه بخجل، مشكلة اجتماعية بالضبط، وخوف من التبليغ، خوف من التبليغ وخوف من وصمة العار الاجتماعية، وخوف من أن هي ما تحصلش على حقوقها، لأن القانون في حالة الاغتصاب ما بيحمي المرأة بشكل كبير، ما بيرجع لها حقوقها، بل بالعكس هو أكثر إلى جانب الرجل، حتى الحكم اللي بياخذ الرجل المعتدي أو المغتصب هو حكم يعني جدا مخفف. نعم. بينما المرأة يكون نصيبها إنه هي تتحاكم وترمى في مراكز التأهيل الاجتماعي لسنوات يعني بحجة التأهيل والرعاية. لجريمة لم ترتكبها أو لم ترتكب يعني لم تقترفها. والرجل اعتقد حكم يعني حكم القانون عليه بيسحب السنه او سنتين يعني جدا مخفف، فهذا بيخليها بتخجل ان هي تخشى ان هي تذهب يعني للشكوى. بعدين ما فيش هيئه قضائيه مستقله تنصف المراه، وين حتمشي المراه؟ هناك قانون ايضا رقم 70 لسنه 73، في يعني هناك البعض يرى ان هناك خلل في هذا القانون، لانه هذا القانون يجرم العلاقات الجنسيه خارج الزواج، فكما قلنا انه المراه تخاف من التبليغ لكي لا تعتبر عمليه الاغتصاب جرت بارادتها، وبالتالي يعني هو القانون يجرم العلاقات الجنسيه خارج الزواج، لان هذه تشريعات الدوله لانها يعني ترجع للشريعة الإسلامية. إحنا أي لكن هنا يعني يتم تطبيقه بطريقة، لكن يتم خطأ. تطبيقه بطريقة تنصف الرجل لا تنصف المرأة، أو يعني بتكون حنينة يعني على الرجل مش على المرأة. المرأة تروح فيها ضحية، مثل ما خبرت كيف بتروح مركز التأهيل الاجتماعي أو بتتهمش أو إن هي بتصمت وما تروحش تبلغ. يعني بعدين في أنواع كثيرة من الاغتصاب، الاغتصاب مثلا اغتصاب الزوج لزوجته ما حد يتطرق له، ما حد يعني هذا لازم يكون في شاهد، وشهادة المرأة طبعا لا يعتد بها، لازم يكون في أعتقد ذكرين يعني مقابل المرأة. طيب إيش أكثر الأنواع العنف التي تمارس في ليبيا، أم ليس أو ليس هناك دراسات لتحدد هذا الموضوع؟ بطبيعة الحال لا في دراسات ولا في بحوث ميدانية، ولا عشان هيك كنت نقول لك أن الوزيرة طلعت قالت يعني ما عندها أي خلفية في الموضوع. أنواع العنف حسب معلوماتي في وحسب اللي أنا عارفة، فيه عنف لفظي متكرر، في تحرش جنسي بالشوارع بالمؤسسات الحكومية نفسها بالشغل، فيه عنف من قبل الزوج الأخ الأب الأقارب، يعني هذا بشكل متكرر ومتواصل. التحكم في مصير المرأة، طبيعة المجتمع الليبية هي مجتمع ذكوري بحت، مجتمع أبوي بحت، فبيسيطر على المرأة سيطرة كاملة، سيطر عليها في قراراتها في حياتها في هذا أيضا تعتبرينه عنفا؟ طبعا هذا عنف مباشر جدا، عنف بيقضي على المرأة، بيتعامل معها أن هي دائما الطرف الأضعف، بيقضي عليها، بيقضي على فرصها في الحياة، المشاركة على اختياراتها، بيقضي على إنسانيتها على نفسيتها. نعم. طيب اليوم يعني نحن أشرنا أشرت لمنظمة Human Rights Watch، التدخل المنظمات الدولية في أوضاع المجتمعات العربية ومنها المجتمع الليبي، هل بالفعل يمكن أن يؤدي إلى الضغط على الحكومات من أجل تغيير الواقع الحقيقي للمرأة؟ كثيرا غياب المنظمات الدولية في مجتمعاتنا بيعمل خلل كبير. المنظمات الدولية هي اللي بتأمن الاستقرار الاجتماعي والثقافي والفكري، هي اللي بتساهم في تفعيل حقوق المرأة إذا كان في حقوق، هي بتساهم في تفعيل حقوق الإنسانية، يعني هي بتساهم بتشارك الحكومة في تنظيم الأسس التعليمية والصحية، بتشاركها أيضا في تعداد الأفكار. وجود المنظمات الدولية مهم جدا، لذلك بتلاقي في كثير دول يعني الآن تراجعت، كانت في الأول يعني غالقة على نفسها ورافضة تدخل، الآن تراجعت لأنها هي بحاجة لمساعدة المنظمات. منظمات هي اللي بتحمل الإنسان والأرض، منظمات دولية جدا وجودها مهم في داخل الدول وداخل البلدان. أنت قلتي في حوار لك مع جريدة إلاف الإلكترونية أن هناك قوانين في ليبيا لكن وتشريعات، لكن المرأة أو لا تستغلها أو لا يتم تطبيق هذه القوانين. هذه قوانين يعني هي قوانين في واقع الأمر يعني منصفة للمرأة شكليا نظريا، ولكنها غير مفعلة. أيضا هذه قوانين حصلت عليها المرأة يعني كهدية، يعني كأنها هبة، ما مش يعني ما في مش مسنودة بحركة اجتماعية تخلي المرأة تدافع عن وقعها. يعني المرأة لم تطالب بها، إنما حصلت عليها كهدية. أوكي. والفكر الاجتماعي المسيطر الآن على البلاد يعني بيخليها يعني موجودة في دور المتفرج فقط لا غير يعني.
طب متى ستتكون حركة أو تتشكل حركة نسوية قوية؟ لما يكون في دستور، لما يكون في حرية تعبير، لما يكون في قوانين منصفة يعني مبنية مش على العاطفة وعلى التشريع المشرع اللي هو غالبا بيكون رجل، تكون مبنية يعني مشاركة بين الرجل والمرأة. طب في ظل غياب هذا الدستور وغياب هذه المشاركة، أليس هناك ناشطات اليوم ليبيات مسموعات الصوت؟ ممنوع، يطالبنا بهذه الأمور؟ ممنوع، القانون لا يسمح. وفي خارج ليبيا؟ خارج وين بطريقة غير رسمية يعني؟ لا، بخارج ليبيا في منظمات، يعني في منظمة، في الرابطة الليبية لحقوق الإنسان اللي هي بتبذل مجهود كبير. أوكي، بس هذه منظمة غير معترف بها داخل ليبيا، تعتبر منظمة معارضة. القانون في ليبيا بيعاقب وبيجرم الحزبية والتجمعات والتنظيمات والسياسية فالمرأة أيضا بينطبق عليها هذا القانون. الانتماء لمثل هذه المنظمات في الخارج هو تجريم في واقع الأمر، سواء كان في الداخل أو في الخارج. ففي داخل ليبيا ما في منظمات، المنظمات أو الجمعيات اللي موجودة هي حكومية، يعني باستثناء مؤسسة القذافي لا توجد مؤسسة تهتم بحقوق الإنسان، ومؤسسة القذافي بتطلع بيانات أو يعني بتنتقد حقوق الإنسان أو انتهاكات حقوق بشكل رسمي يعني مش بشكل نعم عميل. طب أنت قلتي أن المرأة لو شاركت، كل هذا يحدث لأن المرأة لم تشارك في صياغة واقعها داخل ليبيا. طب هناك قياديات ونساء في ليبيا وصلنا إلى مراكز معينة ومتقدمة، ألم يشاركنا بتحسين أوضاع النساء؟ يعني مجمل أو أغلب النساء اللي وصلوا لهالمراكز يعني هم يعتبروا يعني يعني في مراكز ثورية أو مراكز قريبة من أصحاب القرار أو أن بيكونوا مؤدلجات. نعم. فما لهم يعني أو غير مؤهلات، أغلبهم غير مؤهلات، ووجودهم لمحاربة المؤهلات وعدم السماح لهم بأن هم يوصلوا لهالمناصب. وهي يعني تصل يعني وجود المرأة في هذا المنصب القيادي لمحاربة النساء المؤهلات، بتكون ما بتكون لصالح المرأة المؤهلة، بتكون ضدها، ما بتعطيها مجال. الى جانب انه عدم التاهيل، الى جانب انه هم في مناصب شكليه فقط لا غير، ما بياخذوا فيها قرارات، يعني هم مش صاحبات قرار، يبقى القرار بيد الذكور، يبقى القرار ذكوري او لجهه معينه. نعم، رغم انهن وصلنا الى امينات عامات في عدد من اللجان الشعبيه في الوزارات، هناك امراه وصلت لمنصب مساعد امين مؤتمر الشعب العام يعني بمثابه نائبه رئيس البرلمان، ايضا ليس لها قرار في هذه المناصب. لا، لو كان لهم قرار، لو هالموجودات في هالمناصب هي مناصب تنفيذيه وصاحبات قرار، لما كان هذا حل المراه، ما كانت المراه تتعرض للعنف في دار الرعايه والاجتماع والاغتصاب، لكانت تطارد مغتصبيها والمعتدين عليها، ما كانت المراه تحرم من حق منح الجنسيه لابنائها وابنائها يعاملوا مثل الاجانب ويدفعوا رسوم دراسيه، ما كانت المراه عرضه للانتهاكات بشكل يومي، ما كانت المراه يعني ما تساهم في ان هي تغير في قوانينها، لو كان ما كانت اللجنه الشعبيه العامه تتجرأ على المراه وتطلع قرار تقول ان ممنوع سفر المراه اللي دون الأربعين بدون مرافق أو بدون محرم، اللي هو طبعا بعدين رجعت تراجعت عنا تحت الضغوطات. يعني هذه كلها مناصب غير تنفيذية، وقد تكون المرأة بيدها سلطة لكنها لا تريد أن تغير واقع المرأة، كما يقال المرأة عدوة نفسها، ما رأيك؟ هذا يرجع للمرأة الغير مؤهلة فكريا وسياسيا واجتماعيا، وهي التي تمسك بهذه المناصب، هذا هم الغير مؤهلة. طب هذا الشيء ممكن يعني يمكن بسمعه من كذا ناشطة في كذا دولة عربية أنه المناصب السياسية التي وصلت إليها المرأة مناصب شكلية. في الخليج مثلا، ما رأيك بتوزير النساء؟ أنت الآن في قطر وعلى اطلاع بتغير أوضاع النساء في الخليج، ما رأيك بهذا التغيير السياسي الذي أو التمكين السياسي الذي حصلت عليه، إن صح اعتبره تمكين؟ في الخليج في حركة حقيقية لدعم المرأة، يعني مثلا في قطر في آلية للنهوض بأوضاع المرأة، فيه يعني شغل على هذا الموضوع، وفي رغبة حقيقية في تقلد المرأة مناصب تنفيذية، هذا ملموس. ما تقدر تقارني الحالة السياسية والحالة الاجتماعية اللي في قطر بليبيا، في فرق. لكن كثيرين يعني يقولون أنه أنا ما بتكلم فقط عن دولة خليجية واحدة، أنه حتى الخليج مثل العالم العربي لم تتحسن أوضاع النساء به إلا بعد الضغوطات الدولية الخارجية، بس ولم تكن رغبة حقيقية. بس تحسنت، احنا في ليبيا في عنا ضغوطات علينا بس ما في شيء تحسن. ما في تقارير طلعت تأكد ان في اي تحسن او تطور. نعم. التقارير اللي بتطلع عن قطر او عن الخليج هي تقارير يعني بتدل ان في تطور ايجابي، في تغييرات. اوكي، بعد توقيع مثلا اتفاقيات او في ضغوطات او كذا، في تغيير، في تحسن طفيف حتى ولو طفيف.
بس في ليبيا ما في. هل هنا أليس هناك إيجابيات في حياة النساء في ليبيا؟ يعني في الفاصل كنت كنا نحكي عن أنه تعدد الزوجات ممنوع إلا بإذن الزوجة صحيح. أو في المحكمة صحيح. الطلاق يتم في المحكمة وليس شفهيا. هناك قوانين العمل التي تساوي بين الذكور والإناث، وصححي لي إن كنت مخطئة، وسن السن الدنيا للزواج للجنسين هي سن 20. هذا هذه شكليا، لان يعني بيصير انه بيحدث زواج قبل ال 20 وقبل ال 18، يعني في فتره ما كان القانون عند 18. بالنسبه للطلاق المراه لحد الان في ليبيا ما تقدرش يعني تاخذ حق الطلاق اذا لم تثبت، يعني اذا هي طالبت بالطلاق بتخسر حضانه ابنائها. لازم تثبت حق الضرر او بالدعوه او شيء من هالقبيل، لازم تثبت ان هي فعلا متضرره من هذا الزواج عشان تاخذ حضانه ابنائها، ما يحق لها تحضن ابنائها. يعني شو هي الاشياء الايجابيه؟ كنت نقول قبل شويه انه الجنسيه ما تقدر المراه الليبيه تمنحها لابنائها، ممنوعه عليها، يعني بياخذوا هذا الموضوع، يعني هذا القانون سن بطريقه عاطفيه، انه الجنسيه من حق. يا اخي انت تعامل مع الموضوع انها حق للمراه. طب مش حق لابنائها. حنتكلم عن هذه القوانين، قانون الجنسيه للمراه الليبيه المتزوجه من اجنبي وغيرها بعد الفاصل. سيده هدى، ناخذ فاصل قصير ونعود للسيده هدى السراري. أحييكم من جديد في مساواة. وقبل قليل توقفنا سيدة هدى عند حديثك عن الاتفاقيات وحديثك عن عدم منح المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي الجنسية الليبية لزوجها ولأبنائها، رغم أن ليبيا وقعت على عديد من الاتفاقيات منها سيداو والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية واتفاقية حقوق الطفل، يعني تحفظت على عدد من المواد منها المادة 9 المتعلقة بحق الجنسية. صحيح، هي ليبيا وقعت الكثير من كثير من الاتفاقيات، يعني لا تعد ولا تحصى، بس يعني هل يكفي التوقيع؟ القانون ليبيا تحافظت على مواد كثيرة، من بين مواد لها علاقة بالقوانين الأسرية، مواد لها علاقة بالميراث، مواد لها علاقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مواد لها علاقة بالجنسية، وتعهدت بأن هي تعدل قانون الجنسية، بس هو الآن حسب ما أعلم أنه هو موجود على طاولة المؤتمر الشعبي العام، بس هو ما دخل لمدونة التشريعات، يعني ما زال غير نافذ. القوانين الثانية تحفظت عليها بسبب يعني أشياء لها علاقة بالدين الإسلامي، يعني تعرفي ليبيا بتعود في التشريع بتاعها إلى الدين الإسلامي، فبس ما يكفي التوقيع بدون آلية حقيقية لتفعيل هذه الاتفاقية، ما يكفي. واللي فعلا يعني المفارقة الغريبة أن ليبيا هي أول دولة، وكانت ربما الدولة الوحيدة اللي وقعت على البروتوكول الاختياري. البروتوكول الاختياري هذا بينص على يعني آليات ترصد الانتهاكات، يعني فعلا مفارقة غريبة، يعني كانت الدولة الوحيدة. بس مع هذا ما في أي تقارير تبين أنه فيه أي تطور لحقوق المرأة أو أي تفعيل لحقوق المرأة، ما في أي تقارير تبين أنه إذا هالاتفاقية أفادت المرأة في ليبيا صار في تغيير إيجابي ولا لا، ما في أي تطور يقول أنه فيه تشريعات جديدة سنت لصالح الأسرة وصالح المرأة. يعني اللجنة المختصة بمراقبة تطبيق الاتفاقية في الدول الموقع عليها التابعة للأمم المتحدة، يعني رأت أن لا زالت التشريعات تميز المرأة عن الرجل وفي ليبيا، ولا زال أنه ليس هناك آلية لتطبيق الاتفاقية، لكن تقريرها جاء مما جاء فيه أن هناك تحسن، وليس بالكبير لكن هناك تحسن على صعيد تمكين المرأة في ليبيا. تمكين المرأة وين؟ يعني في مجالات عديدة، بالنسبة للمجالات اللي لها علاقة بالطب والتعليم مرأة موجودة وبكثرة، بس المجالات اللي هي تنفيذية وبتمكن المرأة أن هي تحقق منجزات على صعيد حقوق المرأة أو على صعيد الأسرة هي غير موجودة المرأة في هذه المناصب، بعيدة تماماً. مثل ما حكيت لك اللي كانوا اللي هم موجودين ولا زالوا موجودين هم الشخصيات الثورية والمؤدلجة فقط لا غير، بس تحسن ما في حتى على صعيد التشريعات. يعني بس التحسن الوحيد اللي ذكرته لك قبل شويه هذا خط الساخن من اجل الابلاغ، يعني هذا يعتبر تحسن بسيط، بس ما في اي احنا في انتظار تقارير جديده، وهالتقارير هي اللي بتثبت. بس المفروض داخل ليبيا الشغل، الحكومه الليبيه شغلها ان هي تطلع تقارير وتعمل بحوث ميدانيه تبرز شو الايجابيات اللي انعكست على ليبيا بعد توقيعها لهذه الاتفاقيات.
شو التطور اللي حصل يعني في مجال الأسرة، في مجال المرأة، حتى الرجل، لأن حتى الرجل معرض للعنف على فكرة والعنصرية، يعني مش بس المرأة، من قبل المرأة، من قبل المرأة ومن قبل الحكومة ومن قبل الدولة. يعني طب هناك ميثاق حقوق المرأة في ليبيا الذي صنع عام 2000، ما هو هذا الميثاق؟ ميثاق حقوق المرأة في ليبيا، يعني هذا ميثاق أعتقد هو كان في 97، كان في مسودة بهذا كان اسمها ميثاق حقوق وواجبات المرأة، ينص على أن المرأة تشارك في المؤتمرات الشعبية وتكون يعني كلها الحق في اختيار العمل والحق في اختيار الطريقة اللي تشارك بها في يعني هالمواثيق والاتفاقيات. كم كبير من المسادير، وهناك قانون تعزيز الحرية، يعني هل هي هذا يعني صدر هذا الصدر لما تم اطلاق المساجين اعتقد في 88 في اصبح الصبح. بس مش هنا المشكله، المشكله في ان الانظمه العربيه كلها عندها دساتير وتشريعات وعندها وكلها موقعه نفس ليبيا على الاتفاقيات، ومنها الدول الخليجيه وهي نفس مع التحفظات اي نفس لا نفس الدول العربيه اللي تحافظت على نفس النقاط اللي تحافظت عليها ليبيا بحجه انه هذا بيوحي ان الاسلام هو مش دين عادل. يا اخي ما تاخذوش من هذا المنظور، حاولوا الاسلام هو دين لكل المجالات وكل صور وكل الأوقات، حاول أنك تاخده بحيث يكون ليه أثر متناسب مع أوضاع المرأة والأسرة، يخدم المرأة والأسرة في المجتمع. الإسلام مش ضد المرأة والأسرة في المجتمع، ليش أنت تسوق بهذا؟ أنا أعتقد أن المشكلة أن في غياب التزام حقيقي بحقوق المرأة والإنسان. نعم هذا هو السبب، مش الإسلام هو مجرد حجة يتم استخدامها. طيب بالنسبة لآخر سؤال عن ليبيا قبل أن أنتقل بسؤال عن الخليج، الاتحاد النسائي في ليبيا، هناك اتحاد نسائي في ليبيا ليس كذلك؟ من زمان، من فترة يعني طويلة. ما مهمته في ظل كل هذه الاضطهادات التي تتعرض لها المرأة الليبية والتغاضي عن الاتفاقيات والمواثيق؟ يعني اتحاد ايش قاعد يسوي؟ اتحاد النسائي والجمعيات النسائية اللي في ليبيا، بما أنها يعني أغلبها هي يعني مش أغلبها كلها، هي جمعيات حكومية مش جمعيات أوكي، هذه يعني متخصصة في المناسبات الاحتفالية، متخصصة في يعني إصدار البيانات التي يعني تأيد الحكومة وتأيد متخصص، يعني حتى التبرعات اللي بيطلعها هي تبرعات دعائية، يعني بينتس، يعني فتات بيرمى للناس. نعم. مؤخرا صاروا يعملوا الأعراس الجماعية يعني، وهو أشياء لا تذكر، بس هذا دورها لا يتعدى ذلك. يعني غير هيك ما في على أرض الواقع، ما في شغل حقيقي يدعم حقيقي. بيدعم المرأة وبيدعم الإنسان ككل. طب قبل حتى ما في تقارير تطلع من عندهم على أوضاع المرأة في ليبيا، أي ما لهم علاقة يعني كما تقولين، نهائي ما لهم أي علاقة، علاقتهم بس شكلية ومظهرية واحتفالية. ويصبح الجهد الآن اليوم يعني ملقى على عاتق من لتصحيح أوضاع المرأة؟ فقط الحكومة؟ الحكومة، المرأة نفسها لازم تبادر. المرأة خبرتك قبل شوية أنه حصلت على هذه القوانين كمنحة وقبلت بالأمر الواقع، فصارت قدرتها على المقاومة جدا ضعيفة أعتقد، لأن فترة طويلة عقود من التعنيف وعقود من السيطرة وعقود من التدخل في شؤونها خلاها تشعر ببرود وتبلد. وإن كان في سيدات بيبذلوا مجهود ما نقدروش ننكروه عليهم، يعني حتى لما طلع قرار اللجنة الشعبية العامة بمنع سفر المرأة يعني دون 40 بدون محرم، رجعت غيراتها بسبب ضغوطات نسائية. نعم. وتنديدات نسائية. الجهد يقع على الطرفين، يقع على المرأة ويقع على الحكومة. الحكومة لازم تغير قوانينها، لازم تغير تشريعاتها، لازم تراعي ظروف المرأة وظروف المجتمع، لازم تشتغل على الموروث الاجتماعي. الموروث الاجتماعي، المرأة إذا عبرت عن رأيها حتلقى في السجن أو يتم إعدامها، كيف حتشارك؟ مش المرأة بس، المرأة والرجل، هذا يعني حرية التعبير. يعني صعب من الداخل الليبي تشارك في هذا الموضوع؟ لا، حرية بس عن طريق المؤتمرات الشعبية، سواء للمرأة أو للرجل. يعني أنا هنا مش حابة بس نحكي على المرأة، أيضا الرجل ويتعرض للعنف ويتعرض للتهميش والإقصاء. يعني ما يحدث للمرأة يحدث في واقع الأمر أيضا للرجل، بس للمرأة أكثر لأنها الطرف الأضعف في المعادلة. يعني الرجل يعني يساند أنه كون مجتمع أبوي ذكوري فوضعه بيكون أفضل شوي. نعم. والقوانين اللي صالحة. قبل قليل يعني أبرزتي ووضحتي عن مدى عن إعجابك بأوضاع الخليجيات التي هي أفضل حال من المرأة الليبية. برأيك من منطلق يعني ألا تعتقدي أنه أنت موجودة الآن خليجية، مرأة سعودية، ألا تعتقدي أن وضعك أفضل؟
يعني ما كان يحدث زمان في الخليج انه سيدات بيطلعوا ويحكوا في التلفزيون وبيناقشوا قضايا باستثناء إيه، لكن ليش ما يكون زي الوضع في ليبيا مجرد حكي شكلي؟ اعتقد يعني الدوله الوحيده الخليجيه هي يعني تقدمت عليكم كلكم الكويت يعني. بس الان في تطوير، انت قضاياكم مطروحه، يعني قضايا المراه الكويت السعوديه فيها اصلا حركه نسويه، يعني فيها هذه الثقافه المطالبه بالحقوق. شو يدعمها؟ يدعمها الديمقراطيه والدستور وحريه التعبير، هذا اللي يدعمها بالضبط. لكن لما نتحدث عن بقيه الدول الخليجيه يعني ومنها السعوديه وقطر والامارات وغيرها، اضعف الايمان في الدول هذه الخليجيه تناقش قضاياهم على الفضائيات. يعني في برامج مخصصه في فضائيات تدعمها الدول الخليجيه، حتى لو تم نقاشها تحديدا كما يحدث في ليبيا، نقاش المشاكل التي تسمح بها الحكومه وتمررها او يمررها الرقيب، واذا لم يرد الرقيب لها ان تصير لن تتم. انا الان مش جالسه عشان اعبر انه على دفاعي وامتناني للدول الخليجيه، في خروقات وفي انتهاكات. يعني انا اللي ابغى اقول انه كل النساء العربيات يبدو انهن يعانين من نفس المسائل، لكن بتختلف من دوله لاخرى بنسب بسيطه. طبعا حيعانوا من نفس المسائل اذا هم في الاتفاقيات، نفس المواد اللي تحافظت عليها ليبيا تحافظت عليها مصر، تحافظت عليها الدول العربيه الثانيه، فهي مشكله. وهذه مواد كلها تتعلق بالمراه، فاكيد نفس المعاناه بتعانيها المراه في ليبيا بتعاني جزء منها في بس انا قلت لك الاوضاع في الخليج افضل بكثير، في مبادرات وفي افكار وفي خطط وفي تنميه بشريه، في تنميه تعليميه صحيه، في بنيه تحتيه. في ليبيا ما في ما في اي خطط لها علاقه بالتعليم ولا لها علاقه بالصحه. ليس هناك تنميه صحيه في ليبيا؟ يعني كيف ما هي أو كيف هي اوضاع المراه؟ الليبيين ما زالوا يسافروا لتونس ويسافروا للاردن عشان يعالجوا. دوله يعني دخلها من البترول لا يقدر، سكانها بيروحوا يعالجوا في تونس. في مشكله حقيقيه، ما في اي مشاريع لها علاقه، كلها مشاريع وهميه او دعائيه او فقط من اجل الخطابات الحكوميه. حتى الان لا، يعني الان مؤخرا صارت الدوله تشتغل على البنيه التحتيه، بس بعد ايش؟ بعد ثلاثة او أربعة عقود انضربت فيها اجيال. والتعليم من ضمنها طبعا، من ضمنها التعليم التحتية. طبعا. طب انت امراه ليبيه مثقفه وكتبتي الشعر وصحفيه ونلتي حريتك نوعا ما، اليس كذلك؟ تستطيعين ان تصفي حياتك بانك حره بها؟ انا نلت الحريه لاسباب كثيره، زي ما خبرتك في السابق والدي كان شخصيه مختلفه. وزوجك اليوم؟ زوجي قدم لي الدعم بشكل ايضا اكبر، يعني عقليه ايضا هو مختلفه عن جيله. الى جانب ايماني انه انا من حقي نكون حره. طب ماذا تقولين للمراه الليبيه في الداخل التي تتعرض للقمع وانتهاك الحقوق؟ نقولها انها هي تتمسك بايمانها بحقوقها، وان هي لا تسمح لحد ان هو يهمشها او يقصيها، وان تشتغل على نفسها وعلى وعيها وعلى فكرها، وان يبقى لديها الامل ان حتى الموروث الاجتماعي سيتغير. نعم. بمجهودها وبصبرها. يعني اتمنى ان يصل صوتك لبقيه النساء الليبيات. شكرا لك سيده هدى السراري على هذه المشاركه، كانت معنا الصحفيه الليبيه هدى السراري، القاكم الاسبوع المقبل، الى اللقاء.